بابا قلت له دابا غادي تختار يا بدر يا ساره يا اشرف. فوالا هو يجاوبني قسما بالله جاوبني وقال لي انا غادي نعيط. اجاش كتبكي انت الله يتربحت قسما بالله. جميل كنقول لك السي الطاهري ولا لا ساره نقول لكم واحد الحاجه الله يسمع ما اخبار الخير. واحد الحاجه اللي زوينه واحد الحاجه اللي دايت فيديو انايا كيف كتشوفوا والناس غتلقى دابا شافوها حتى نكون حطيته وشافوا ردة الفعل ديال ماما كيفاش فاش قلت لها واحد الحاجة عجبها الحال بزاف وما يمكنش نوقع لها. وانا ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو انا وماما لتركيا. يا سبحان الله الله تعرف الله تعرف الله وفوقاش قطعنا باللي بعد غدا غتمشي منين غنمشيو لعندها ياك اختي صافي احسن حاجه انا فرحان بهذا الخبر قد ما انا مقلق وطايقلي علاش ما تقوليش بغيت نديرك سيربريز ولكن سيربريز زوينه حيت صراحه ماشي هي اللي تقول لك انا اللي داير هذا الشيء انا اللي درت سيربريز صراحه. والله يحفظكم والله ينجيكم والله يديكم على خير وكيما فرحتوني غادي تفرحوا فائزه مسكينه حتى هي صراحه حتى هي والله قسم في راسها وكنحاول حنا كنا غنديروا واحد الحاجه كنت زعما قالت لماما الفيديو قلت لها شوف قلت لها تمشيو تما كنديروا معهم اوبي الفيديو زعما باش ما حتى حد ما يسرق الاخبار حيت ما بغيتهاش تسرق الاخبار صراحه. وماما كانت كل ليل كتجي عندي البيت كتدخل وتقز تقول لي ولدي بغيت نمشي لعندها ولدي بغيت نمشي لعندها وانا غنحماق وشنو غادي ندير واللي بي غاليين بزاف يعني كيف كتشوف باش قطعنا انا اليوم بحال مثلا اليوم قطعت ودابا بعد غدا غادي يعني شنو ما تعيطوش مع هنا لا ما غاديش يكون العيد هنا ويلي نديرو واحد فايزة هاك الطيب شوف انا شوف كيما قلت الفائزة سبحان الله بحال اللي علمني قلبية كلها جميلة قلت لها شوفي بنيتي الا كنتي ما تعيش هنا ملي تجي ان شاء الله نعاود نشغل لك الحولي وبحال نعاود لك العيد بحال صراحه حضر. واحد الحاجه اللي بغيت نقول هو صراحه الله يسمحنا من قلب الوالدين واخا كيكون الانسان بعيد راه بالها وكلها معاها ولكن فمي بالله حتى شحال من مره وتنبكي وتنقول لها ماما والله حتى خصك تمشي عندها تحليد على خطك شنو درت عرفتي كنبكي ونقول له ماما عافاك ماما راه فيز راه كتقطع من لحمنا راه ما يمكنش درت عمليه صعيبه بزاف وكيفاش ماما انت هنايا وانا الله يحسن العنوان مع بنيتاتي ما يمكنليش عاود نخلي شحال من حاجه انتي سيري انا كنحلم فرحت بالله كنحلم بها والله حتى تنحلم بها ملي سمعتها دارت العمليه وانا كنحلم بها مسكينه صافي كنا ما كاينش توحشتها بزاف الله الا دوزتها بزاف حق الله فائزه وحتى سكينه مسكينه حتى هي اللي مقابلاها الله يرضي عليها الله يرضي عليها الله يرضي عليها ويخلي لها مهمتها وباها صافي والله ما كانوش شي حد بجوج من هنا وحيده منا حتى هي والله العظيم الله يخليهم بعضياتهم اللي يفرقوا راسها وتتقاد لها بحال اختها راه اختها صراحه والله حتى انا فاش مشيت زعما تهلاو فيا بجوج ما خلاوش ما قصوش من جهتهم قسما بالله والله يدي عليهم بجوج والله ما في خبارها اقسم بالله والله ما في خبارها دونك ما تحطش هذا الفيديو اللي فاش نهائيا تنحط جوج فيديوهات انا عاد غيتحط هذا الفيديو واو غنحط الفيديو ديال غادين ونحط الفيديو ديال رده الفعل ديال فايزه عاد غيتحط هذا شوفوا كيفاش زعما رده الفعل ديال بابا ورده الفعل ديال السايطه والله يحفظك الفيديو والله يرضي عليك امين واللي تيتهلا في والدي عمر بما يخيبه امين امين يا ربي امين الحمد لله الله دابا اشرف وبدر باقيين اشرف وبدر ان شاء الله نشوفوا رده الفعل ديالهم يلا ليتس جو الله يحفظكم الله يحفظكم ايوا السي طيب مع من تعيد وانا اللي بابا معايا شوف ما يمكنش حتى انا اول مره نعيد في داري مامي ياك هو الخطا غادي يشوف وحداكتك لا حول ولا قوة الا بالله اول مرة غادي نسافر في شي بلاصة اواه غتعيدي مسافر تركيا صافي بغيتو شتي بغيتو شتي ونحاولي هاد اللعبة فهمت انا عندي وليداتي بحال بحال غادي نعيد عند واحد النهار الاول النهار الثاني نمشي عند الاخر النهار الثالث عند الله وعد من تعيد السي الطاهر
واش غادي نقول لك انا بابا يعيد معايا بلا لالا جميله وبلا بك انت وفائزه اللي تطعموا عليا نهار العيد ما لي حلالي العيد ولكن السنه غنديرها نشري الحولي ديالي على قد الاستطاعه ديالي بوحدي ونهزو غادي ندير ثلاثه د الوريقات فيهم السميات ديال الفائزه وعرفتي شنو غادي دير غادي فلوق عندك ساره واشرف وبدر ماشي فائزة مسكينة تدوي عليا حتى هي القلب على القلب واللي جات الوريقة ديالو غادي نهز ودابا غتوعد الناس باللي فلاشين ديالك ان شاء الله هاد نهار العيد غدير هكا غتدي المقدمة قبالتك شي واحد يصورك تمشي عند سارة تصورك ان شاء الله ودير الوريقات حداهم واللي جات في الوريقة غتمشي تعيد معاه وتبارطاجي العيد ديالك مع الناس بوحدي انا بوحدك. على كيفاش غادي ندوز ان شاء الله الناس غادي يقبلوا يدعيو معاكم بالرضا والستر واللي تهلا لي انا في الجميل بحال تهلا فيا الله يحفظك وينجي كيف ما قلت لهم انا في المقدمه هذه الخطا ديت ماما الخطا جاي غندي بابا ولا بدا ولا بدا لانه يعني الام شويه ما كتصبرش على الاب لا لا انا اللي كامل وكذا شوف واخا كل دابا قلتي هذه قبل ما تقطعنا غادي نقول لك دي مامك الله يحفظك بابا انا عارف على يقلتك وانت في قلتي لي جيتي دخلتي للبالكون قلتي الله يضيع عليك لا كنت عندك عزيز ومرضي قال لي دي مامك صرت ماما ما تجي عندكم انا ديك تقليد علاقات كان لي بكيت الله يعمي وقلت لهم ساره كتقول لي ديما كتقول لي السيره والله العظيم الا هكا عند فائزه تديروا فيها ماشي ما يمكنش خاصكم تشوفوا عندنا النهار دارت العمليه وانت تقول لي وتبارك الله عليكم المهم نخليو اللقطه نشوفوا رياكسيون ديال بعضا ونشوفوا رياكسيون ديال اشرف ليتس جو تبارك الله عليكم بداو بساره الاولى شو الوقفه ساره تاعي كتخمم امتحان سيدي بادر تا هو دابا غير الله يربي يكون خير هذا هو انا سيدي اشرف دابا راه لا لا فاطمه الزهراء هذا اشرف سفيان بغى يخطب وقيله عرفتي صراحه لا هذيك سابع مستحيل لا ماشي لا لا هذه شي قرعه حاليا عندنا تعيد لا حاليا كره لا حاليا ديال العيد قولوا الله يسمعنا اخبار الخير حمزه تا هو ما شفتوش خويا الله يسمع دابا الوالد والوالده جامعكم واحد الموضوع جامعكم واحد الموضوع اللي صراحة صراحة عارفة هدينا له هي الأولى الرياكشن ديال وباقي نتوما ولكن علاش مازال دارها راسها اش العيب لا كتسنى تشوفكم نتوما غير تطلع الحاجه الثانيه اللي قلتي لي اخويا طيب واش غديري شي عرس الحاجه الثانيه ليك ما نقولهاش علاش هذيك تيشوفوها في الفلوك الثاني ديالنا هذيك ما كتقالش ياك صافي نهائيا ما نعيدوا في شي بلاصه لا ما نعيدوش في شي بلاصه دابا اللي عرفتو انت تعطيني مليون مليار 600 مليون اللي باغي انت بكره المهم اللي بغيت نقول لكم وان شاء الله باذن الله اليوم مع 4 ديال الصباح انا وماما غادي نمشيو لطوكيو جمعنا لي فاليز وغادي نمشي ولكن واخا تخلي علينا تمشي تفوج على راسها شي شويه يا امي الطياره وتركيها برا واش بابا خلاها بلا بيت تمشي هاد القضيه مشكل كل شي صايحه كل شي درتو على فائزه مسكينه ما تحش بالوحده وتمشي ماما تواسيها الله يشافيها يا ربي ودابا تقريد وشبري اليوم مع 4 الصباح طياره والله الا مع 4 ديال الصباح صافي يعني ما بينش يعني ما كذبوش على الله سكينة واقفة معاها حتى هي الله يرضى عليها ماما خصاتكم جنبها بكل صراحة وانا ضحيت واخا ما قديتش على الحبيبه ديالي طباتني ضحيتي في العيد يعني اللي بغيت نقول لكم لا 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 ما كاين لا ضحى في العيد لا والو العيد بابا معيد معايا ضال دابا بابا قال لك غيدير قرعه قلت له صراحه دويت بيني وبينكم نقول لكم والله حتى كلام الحق كلام الحق والله حتى نقول كلام الحق خليني قلت لبابا قلت له دابا غادي تختار يا بادل يا ساره يا اشرف هو يجاوبني قسما بالله جاوبني وقال لي انا غادي نعيد عنودكم اصعب شوف الرب والله الا احسن حاجه
Le premier jour عنده الثاني جور عند بابا والثالث عند زيانا باش حتى انا نكون خاطركم كلشي والله حتى انا ما شفتش من العيد ان شاء الله مالي هادشي ما خدامش كنتي تقولوا عليك شوف الله يسعي معاها تمشي بالخير وتجيبو خير وتمشي سالمه وتجي غانيه ان شاء الله والله يحفظكم ليلي جميعا يا ربي امين يا ربي. وفي هذه المناسبة الوالدة صراحة صوبت واحد طويبة بغات تجمع وليداتها واحد شهي وليهم خليكم معنا ليتس جو. المهم فرحكم الخبر زوين عجبكم أولي هدية غير واحد طيبة واحد طيبة واحد طيبة ديروا لي شي فاليزة صغيرة ديروا لي معاكم ما فكرش فيك كبرت أنا ما حد ديما مزوجش كنبغي ندير السليكات ما علينا بغيت نقول لكم وانه تبارك الله عليكم الله يعاونكم احبابي تبارك الله عليكم ليتس جو دابا ان شاء الله العشاء وعدونا في الطائره ما غادي تمشي معايا مع الصباح وما نعساش وهكا قالت لك نصوب شي شيء والوليدات حتى وليداتي والله قسما بالله انا ما غناكل حتى حاجه من بعد غنصوم حتى تجي تبقى داك المذاق ديال الطياره الله يحفظكم دابا واخا هي كاينه معانا وما كتجيش حتى لحد ولا السبت كتجي كعاديه ولكن لو فيد انك اوتوماتيكمون كتفكر راه ما كايناش كاع كدوز يومين بحال دابا جمعت دابا ان شاء الله دابا ماما كاينه في دغيا كتقول مع راسك صافي اوتوماتيكمون غادي نمشي نشوي فيه لي ولكن سمحوا لي دابا في نظركم شنو غادي يتحط في العشاء الا كل واحد يقول شنو انا كنظن زعلوك زعلوك الحم زعلوك انت بحالي انت يا سارة انا بسطيله انت بسطيله انت حمزه زعلوك وانا خليل زعلوك انا نقول الحوت الحم زعلوك انا والله ما كرهته والله لان من اعز الاكل عندي انت دجاج محمر شهيتي صراحه انت يا سارة دجاج مقلي سير الله يجعلك تقلات الله اضحك معاك وانتي جات من عند خالتي الصراحه تمنى عسل وفيتي واد الليله قولوا بيديكم ورجليكم سبحان الله العظيم والله العلي العظيم الى سبحان الله كليت في جميع المدن المغربيه كليت من عند بزاف ديال الامهات ولكن سبحان الله العظيم ما عرف واش كل شيء في حالي او لا سبحان الله الماكله والمذاق ديال الوالده زعما نعزلو من وسط 1000 ماكله صراحه كاينه هاد القضيه ونقول لك واحد الحاجه دابا سبحان الله اي واحد كيفضل الطياب ديال الوالدين الوالدين ديما حيت من كبر هو مولف داك المذاق داك واخا تكون ماما كطيب مولف داك الشيء من شاب على شيء شاب عليه تبارك الله عليك بس الناس اللي منشبع على شيء منشبع على شيء شابع عليه ولا انت ما غيبقى يصحح لنا سيدي باضه تيبي وقطع اللون ما قطعاه الله يخليه لعزيزنا يا ربي عزيزنا يلا شوفوا شكون اباح اباح باضه الله يتربح تقصر هلا جميل الله يتبرع والله لا تشتهي صحتكم وراحتكم ان شاء الله الله يخلف امي انت الله يعطيك صحتك اخي على خير وراحتك يا رب يبارك لكم هذه الويله هذه باش ها هذه ليله مباركه مسعوده وهلالا الله يجيكم ودعيو معها تمشي بالسلامه وتجي بالسلامه ان شاء الله وان شاء الله ترجع نعاودو نديرو يمشيو ويرجعوا الله يحفظك الله يحفظك امين 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 يا ربي دابا عندنا جوج الامانات ثلاثه الامانات ثلاثه الامانات
صايح صايح خواتاتكم يلا الله يحفظكم وبصحتكم تبارك الله عليكم يلا صايح كنتسناو كنتي الاولى ودائما كتبدو فيا الجمهور ديالنا ديما هي اللي ديما كتبدا كتاكل عيديها ماشي انا كندوق لوليداتي واش حار ولا حلو باك باك قتلتينا بهادشي ديالنا صراحه كندوق كل شيء واش شي جديد ولا لا ما تقولش ليا كاين شي حاجه عاوتاني لا نهائيا صراحه باقي باقي نبغي نولي يد الحمزه صراحه ياك ان شاء الله في الخيال وفي الحلم فزقوا المكتب علاش مرحبابي ان شاء الله يلا اجي يلا طيب قال لك ما يمكنش لا ما يمكنش يلا ياك نموت سير هاد الهضره اخويا سفيان شي يلا نزيدو يلا ليتس جو تبارك الله عليكم حبايبي الله يعاونكم والله يخليكم لينا وغنتوحشكم بزاف ولا يخطيكم وغنسبقوها لكم انا وماما ماما اجي سبقوها اليوم حيت ما نكونوش معاهم نقولوا لهم عيد عيد كبير عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله نضربوا لهم نضربوا الفيديو ان شاء الله نبارك لكم والعافيه عيد مبارك سعيد لكم تبارك الله عليكم لا لا نشوفكم باي باي مشات وخشات يا سفيان جميلة الله يديكم على خير امين الله يعاونكم امين على خير الله يديكم على خير لا اله الا الله محمد رسول الله يلا يلا ماما وليدي الله يجزاك كل عقبة من إجراء صافي يكون هاني ان شاء الله فات علينا الحلقة وتبقتنا شي ساعة يلا عجبتك الطويلة ايه ها هي صافي الله يوصلنا على خير ان شاء الله الله يوصلنا على خير الله يوصلنا على خير حنا وجميع الناس يا ربي يا ربي تسهل الامر نطلب الله يوصلنا ربي على خير وبخير ونشوفوا بنتنا على خير هي وسكين كانوا بخير وحاخر الله يحفظهم